الصور المتكونة بواسطة المرآة المحدبة. لدراسة خواص صورة متكونة بواسطة مرآة محدبة، نحضر مرآة كروية محدبة. نضع جسما ما وليكن ألف جيم على بعد كبير من المرآة. نلاحظ أن الصورة المتكونة تكون صغيرة جدا وتكون تقديرية، أي خلف المرآة ومعتدلة. نحاول تقريب الجسم من المرآة، نجد أن الصورة تبدأ في الكبر ولكنها تظل دائما أصغر من طول الجسم الأصلي.